تنطلق مساء اليوم الأحد مباريات دور 16 بكأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون، بعدما اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة من مرحلة المجموعات، والتي شهدت العديد من المفاجآت، أبرزها خروج المنتخب الجزائري حامل اللقب، وكذلك منتخب غانا أحد المنتخبات التاريخية في الكرة الإفريقية. ويشهد دور 16 العديد من المباريات القوية، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع كوت ديفوار في لقاء بمثابة نهائي مبكر للبطولة، بعدما سبق للفراعنة والأفيال اللعب في نهائي 2006، وهو اللقاء الذي ابتسمت نتيجته لصالح المنتخب المصري ومثلت المحطة الأولى في طريقه نحو حصد ثلاثية تاريخية. في الوقت الذي يلعب فيه المنتخب التونسي مع نظيره النيجيري في مباراة ستكون صعبة على نسور قرطاج، الذي لم يحقق لاعبوه سوى فوز وحيد في مرحلة المجموعات منحهم بطاقة التأهل كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث. فيما ينتظر المنتخب المغربي ثالث المنتخبات العربية المتواجدة في دور 16 مواجهة سهلة نسبياً، حيث يلتقي مع منتخب ملاوي. وتجمع باقي مباريات دور 16 بين كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا وغامبيا والكاميرون صاحبة الأرض، والتنظيم مع جزر القمر، السنغال والرأس الأخضر ومالي وغينيا الاستوائية. مفاجآت بالجملة شهدتها مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، بعد توديع منتخبات عريقة وصعود منتخبات لم تكن متواجدة على الخريطة الكروية حتى زمن قريب. فهل تتواصل المفاجآت في مرحلة دور 16 أم يفرض كبار القارة كلمتهم وهيمنتهم؟